لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يبدو أن السلطة الجزائرية تصر على خلق المشاكل مع كل ما هو مغربي، سواء كان مواطنا بسيطا أو وفدا في زيارة رسمية. آخر مثال وبعثة فريق الوداد الرياضي التي قضت ساعات بمطار هواري بومديانة بالعاصمة الجزائرية، وذلك بعد وصولها من رحلة شاقة عبر تونس، حيث عمدت شرطة الحدود على التحقيق بصورة غير اعتيادية مع بعثة فريق الوداد الرياضي بما فيها اللاعبين والطاقم المرافق لبعثة النادي الأحمر، كما سحبت جميع معدات التصوير من الطاقم الإعلامي التابع للفريق بحجة أنه يحتاج إلى ترخيص من طرف السلطات الجزائرية. وتوجهت بعثة فريق الوداد الرياضي إلى فندق إقامتها بضواحي مدينة الجزائر، وذلك للتحضير للمواجهة القوية ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري على أرضية ملعب 5 جويلية في عصبة الأبطال. بعد وصول بعثة فريق الوداد الرياضي إلى الجزائر في وقت متأخر بعد رحلة شاقة من المغرب إلى تونس، وذلك لمواجهة نادي شبيبة القبائل في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا، قال المدرب التونسي المهدي النفطي أن فريق الوداد مجبر على الفوز ضد نادي شبيبة القبائل الجزائري، وذلك على اعتبار أن الفريق الأحمر هو حامل اللقب في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.